بكسر القزاز وباكله. اهو بس خلاص. اعزائي المشاهدين في كل مكان، معنا ومعكم من حقل الزروع من احد موادين الصعيد، شاروخ خان او ما يسمى بروسلي الغلابة الملقب بدودة الزرع. نتعرف بحضرتك. معاك الحاج ربيع ابو خشبة، الرجل الممسوس. عندي قوة غير ارادية، قوة خارقة. حاج ربيع، هي القوة دي من امتى جاتك واكتشفتها ازاي؟ من انا صغير، كنت امسك كيس الكاراتيه اعصره بدي كده يطرشك فدي وعلى طول. كان عمرك كام في السن؟ كان عمري يومين ونص، لسه مولود لي يومين ونص. يومين ونص؟ اه. بس اللي احنا نعرفه يعني في اليومين ونص العيل يا دوب حتى ما بيتعرفش على البزازة. ما انا كنت ببكي و و و و فعشان يسكتوني جابوا لي حطوا لي كيس كاراتيه كلبز قدامي على صدري، فانا مسكته بيدي الشمال دست عليه طرشك كيس الكاراتيه. الناس كلها بتحكي وتتحاكى على الاسطورة ربيع ابو خشبة الملقب ببروسلي وشاروخ خان. يعني الناس كلها بتتكلم بتقول انك بتحي جرارات وبتكسر لونب وبتاكل قزاز وبتكسر قوالب الطوب. هتشوفوا كل حاجة قدامكم. انا طبعا باكل الزلط، ببلع الزلط ما يهمنيش عادي، وزي ما انتم شايفين القزاز اهو انا بكسر القزاز وباكله، واللونب دي بكسرها فوق دماغي تعمليش ولا حاجة. وهذي شايفين قوالب الطوب الحمراء، ان شاء الله بعون الله هخليها قدامكم عبارة عن كفتة مش قوالب طوب. طب حق ربيع، احنا طبعا هي القوة دي جاتك منين؟ والله من الله عز وجل، ربنا الحمد لله، يعني ربنا عطهاني، وانا الحمد لله مش بأذي حد خالص، مش بستخدمها غير في الخير بس. يعني عربية غارزة في الصحراء بيطلبوني اروح اشدها، عربية واقعة في الترعة بنزل هرميها على كتفي واطلع بيها عادي، بدل الونش ما يجيبونها بيستدعوني انا، يعني بيتصلوا بيا وتليفوني مع الغلابه، اي حد محتاجني في اي حاجه انا مش بتاخر منه، لكن مش بستخدم القوه الخارقه اللي عندي غير في الخير بس. احنا اخر حاجه حد علمنا ان كان في قطر جاي من بحري وقطر جاي من القبلي، تمام؟ ان انت كانت في بت في النص، ان انت القطرين بقوه سرعه هائله مهوله، ان انت وقفت القطرين بايدك. حصل. حابين نعرف ازاي وقفتهم يا حاج ربيع. حصل بفضل الله عز وجل. حصل ازاي وقفتهم؟ يعني عايزين نعرف برضو، القطر جاي من بحري بقوه والقطر الثاني جاي من قبلي بقوه، ازاي يعني ثبتت ايديك ازاي ليهم؟ جريت بسرعه على القضيب، مسكت القضيب هزيت فرده من القضيب، القضيب مش فردتين، هزيت فرده فنط القطر بره القضيب غرس في الرمله وقف، والثاني نفس القصه. طب احنا حابين نشوف القوه دي دلوقتي، والمشاهدين يا شاروخ خان او ما يسمى بروسلي الغلاب. بروسلي طبعا حابين نشوف حاجة من قدراتك وإمكانياتك الذي أعطاك الله القدرة إياها. تحت أمرك يا فندم. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ الأول بالطوب الأحمر. طب هتكسره بإيد واحدة ولا بالاثنين؟ بعون الله بإيد واحدة. الناس كلها بتقول السر في الخاتم اللي أنت لابسه. لا لا، أهو الخواتم، أهو الخاتم، أهو يا إخوانا الخاتم، أهو والدبلة أهي. يعني انت مش مخاوي ولا معاشر ولا اي حاجة؟ لا 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 خالص ابدا، ما فيش الكلام ده. طب نحب نشوف كده يا ماشي، تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ها! ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وطبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين المغفلق او ما يسمى شاروخ خان بروسلي قاعد ثابت اهو، كسر القوالب الطوب كلها، قوة غير عادية. بسم الله ما شاء الله، طبعا كلنا نقول بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة قوة مهولة. ده طبعا لوح كونتر يا اخواننا، طبعا صعب في الكسر، اهو اهو زي ما انتم شايفين صعب في الكسر لوح كونتر، بس بعون الله بإذن الله هنكسره بإذن الله. اهو لوح الكونتر اهو يا اخوان، شايفين بسم الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، طبعا كل يقول بالصلاة على النبي. طبعا يعني حاجة مشرفة، واجهة مشرفة للصعيد، يعني حاجة مشرفة. من زمان ما شفناش المواهب دي. وإيه عندك تاني؟ ممكن أكسر القزاز فوق دماغي وما تعورش عاد.
فوق دماغك؟ فوق دماغي عادي، ممكن اكل القزاز. بس دي لمبه. ما لمبه انا هتكسرها فوق دماغك هتفتح راسك. لا طبعا هتعور وممكن اروح المستشفى فيها. لكن انا بعون الله ما فيش الكلام ده، ممكن اكسرها تحت باطي. تحت باطك؟ اه. طب احنا حابين نشوف. بلاش تشوف اصلي منظر حيتعب. لا 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 احنا حابين نشوف عشان بس نوري الصوره واضحه للجمهور طبعا، يعني احنا بننقل الحقيقه طبعا يا فنان. طبعا طبعا اهو دي لمبه. لمبه اهو اهو. يا 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 طبعا زي ما شفتوا يا جماعه، طبعا كسر اللمبه فوق دماغه. ايه كسر اللمبه طبعا زي ما شفتوا يا جماعه قدامكم، شاروخ خان او ما يسمى بروسلي الصعيد. طبعا كسر اللمبه قدامكم زي ما انتم شايفين، وممكن يكسر لمبه تاني. طبعا في حاجات كتير، ده لسه بياكل دود، وطبعا حاجات كتير يعني، ده بيشرب بنزين وباكل نجيله وبياكل نجيل كمان يعني. بسم الله ما شاء الله. ايه ده هو نجيل اهو، عشان بس المشاهد يشوف. لا بس النجيل ده ممكن اي حد ياكله، ممكن لو يبدا. لا احنا حابين نشوف القدرات. ما فيش حد في الدنيا عاقل ياكل نجيله. بس النجيل ده اللي عارف ان هو متسمم. متسمم انا باكله ما بيأثرش فيه. السم ما بيأثرش فيه؟ لا نهائي خالص. ولا صبغة ليوت ولا مية النار؟ خالص خالص خالص. قدرات غير عادية طبعا خالص. يا جماعة قدرات غير ولا عادية. صبغة الشعر قدرات ولا... ورينا تاني ورينا تاني بس اللمبة. كانوا جابوا سمكة عايزين يسموا لهم ذكر قط، كان بيخش يتبرز في البيت ومظبط البيت خالص. جابوا سمكة وحطوا فيها ايه سم فار. انا دخلت كنت جعان، لقيت السمكة محطوطة في طبق وعلى الترابيزة كده، انا عاملهم عاملينها لي، ورحت اكلتها. كلت السمكة؟ كلت السمك بالشوك بتاعها؟ بالشوك بتاعها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية ويكتر من أمثالك. احنا محتاجين اللي زيك حبيبي. الله يخليك. احنا محتاجين اللي زيك. طب تحب تقول حاجة للجمهور والمتابعين و... أحب أوجه رسالة للجمهور يا أخوانا، كل اللي شافني طبعا أنا وبالقدرات الخارقة قدامكم، محدش يا أخوانا يقلدني، لأن التقليد ما ينفعش. انت ممكن تضرب القوالب زي ما انا ضربتها دلوقتي، القوالب الحمراء دي، فتتكسر يدك او تتكسر دراعك. فما ينفعش تقلدني، ولا تنفع تمسك لمبه زي دي تكسرها فوق راسك، ممكن تشق راسك نصين. فالحاجات دي طبعا يا اخواننا لا قدره خارقه ولا زفت علينا وعلى راسنا. ده كل الحاجات اللي احنا عملناها لكم دي فيديوهات مصطنعه من طريق نحن، كلها حاجات عاديه. احنا جبنا القوالب دي كسرناها قبل ما نمثل الفيديو ده، كسرنا القوالب ولزقناهم في بعض زي ما حضراتكم شايفين، بالطريقه اللي ايه بالطريقه العبقريه دي لزقناهم في بعض زي ما انتم حضراتكم شايفين. فكل اللي بيتعمل في الفيديوهات ده كله كذب في كذب. فدي كلها حاجه اسمها خفه يد، فانا ما انصحش اي حد يقلد الكلام ده. اهو زي ما انتم شايفين حتى ده عشان الزوع عملنا ايه، عملنا ايه استاذ محي، حطينا له حشوه تحت منه عشان ايه نلزقه، عشان ما يبانش الكسر بتاعه زي ما انتم شايفين كده اهو. ولما اثناء الضربه ولما بنزل زي كده باقي زي قنبدي زي كده بس كده. فالموضوع كله كذب في كذب. ودي لمبه نيون عادي، لمبه اسمها لمبه نيون. لمبه عاديه خالص وقزازها خفيف خالص. اهو 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 حتى ما بيجرحش. طب مش هتاكل منه ولا حاجه؟ اهو اهو بس خلاص خلاص. طلع 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 كل عادي بقلب قوه. لا اكلت انا بلعتها خلاص. قزازة يا اخوانا اللي بيعور والمادة البودرة اللي جواها اللي بيقول لك مادة سامة، كلام غير صحيح. دي بودرة عادية عادي خالص، عاملة زي النشا، ما بتسمش ولا بتعمل أي حاجة. يعني كل اللي بيحصل ده اللي بيجيبوا لكم في البرامج ده كله نصب في نصب وكذب في كذب. دي حاجة اسمها فراسة وخفة يد. فده كله الحاجات دي شغل مفبرك، ما تصدقوش الكلام. قوة خارقة ولا قوة زفت عليكم وعلى راسكم. أنا بقول لكم الحقيقة فتقبلوني، معلش أنا بقولها لكم بطريقة صعيدية بطريقة بلدي يعني. الكلام ده كله غير صحيح نهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجديد.